مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات السبت في قصر الثقافة احتفالا بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة ويوم الشهيد. فعاليات الاحتفال الذي نظمته الجمعية الأردنية للعناية بالأسرة الخيرية وبالتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية انطلقت بمسيرة حاشدة من صرح الشهيد في عمان، شارك فيها عدد من مرتبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى فعاليات شبابية ورسمية. رئيس الجمعية الدكتور بركات عوجان قال إن هذا الاحتفال بمثابة مساهمة متواضعة من الجمعية عرفانا للشهيد الذي قدم الروح رخيصة للدفاع عن الوطن. اليوم حقيقة كان أجمل الأيام، حيث احتفينا بيوم الشهيد والكرامة، وهما عنوان كبير، الشهيد والكرامة. الشهيد قدم أغلى شيء عنده وهو الروح، ولا يمكن أن نجاريه، فلا بد أن نفي ببعض ما الدين نقدم بأعناقه باتجاه الشهداء بشكل عام وخاصة شهداء الكرامة. وعندما نتحدث عن الكرامة ونقول إنه الكرامة أخرجتنا من انكسار حزيران النكسة العربية، فكان لها دور كبير ومحطة مهمة جدا في النضال العربي الإسرائيلي. وأنا أعتبر حقيقة أن يوم الكرامة يوم فاصل في التاريخ الأردني، ومن هذا المنبر الحقيقة أقول كلمة تخص الأردن. الأردن هذا البلد الوادع في الجزء الملتهب حولنا، أن الأردن بقيادة سيدنا، ولا بد أن نلتف حول هذه القيادة الحكيمة من أجل أن تبقى وصاية الهاشميين على المقدسات الإسلامية، وصاية وسيادة إن شاء الله. وحث عوجان على أن الجهاد في سبيل الوطن وتقديم الروح رخيصة من أجله فعلا لا قولا، وأن يوم الشهيد والكرامة هو الاسم والعنوان لفعلين لا يعلو عليهما شيئا أبدا. هذا الاحتفال جاء بعنوان يوم الشهيد ويوم الكرامة، جاء تخليدا لشهداء الأردن، تخليدا لشهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في كافة المعارك التي خضناها وفي كافة الحوادث التي حدثت في المملكة الأردنية الهاشمية. هذا اليوم هو تخليدا لذكرى معركة الكرامة وتخليدا لذكرى كافة الشهداء الذين نعتز ونفخر بأن يكون كل جندي أردني ينتمي للقوات المسلحة الأردنية وينتمي للأجهزة الأمنية هو مشروع شهيد، ومشروع شهيد منذ اليوم الأول الذي يلتحق فيه في صفوف القوات المسلحة الأردنية، ومشروع شهيد منذ أن يرتدي شعار القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية. ولذلك كلنا عندما ندخل القوات المسلحة الأردنية نتهيأ ونتدرب ونستعد لأن نكون مشروع شهادة. نحن نفخر في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بأن هناك أصبح وبإرادة ملكية سامية وبتاريخ 16/11/2018 صدر قانون جديد، قانون موحد وقانون واحد لصندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. سابقا كان هناك عدد صناديق، ولكن صدر قانون ب 16/11/2018 ضم هذا الصندوق كافة شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وهذا الصندوق حقيقة هو يقدم كافة المعونات المالية والنقدية والمادية لكافة ذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية، ونحن نفخر بهم وهم تقريبا، يعني لما نقول احنا الشهيد هو الذي ضحى بروحه، ضحى بحياته مقابل وطنه. وقدم الفنان أسعد خليفة الاستعراض الغنائي المسرحي لولاهم لما كنا الذي أدته مجموعة من الفرق الفنية، واشتمل على لوحات إبداعية فلكلورية تحاكي مراسم فرحة الاستشهاد. لا تبكي روح أبويا أمه، فهو الآن في محياه، وخير ما تهدينه إياه. ويأتي هذا اليوم ضمن الاحتفالات التي تنظمها المملكة بالأعياد والمناسبات الوطنية التي يوليها الأردنيون اهتمامهم تقديرا للشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن الوطن ومقدراته.